الخبر الأول اللي عدى عن أنور مار وقمر مار ومحمد مار والغاهم الفولو من نهف قصاص اللي هو صديق نور مار صار لفترة طويلة. بالنسبة للمتابعين يسألون عن السبب، فنهف قصاص يا حبايب هو صور ويا يارا مار ونزل على قناتها مقلب، وهذا اللي خلى قمر مار وفريق نور مار انهم يعصبون ضجوا من هذا الموضوع ويشيلون الفولو من عند عمودي يمنعوه من هذا الشيء. وما ادري صراحة اكتبوا لي احبابي بالكومنتات هل تشوفون الموضوع عادي يعني صحيح او تشوفون المفروض ما يدخلوا مشاكلهم ويا مشاكل نهف قصاص اذا هو ما عنده مشكلة ويا يارا. ننتقل حاليا للاسف شنو صار ويا امي، فنزلت على حسب بالانستغرام هذا الستوري كانت تقول بي بالنسبه للاشخاص اللي قاعد يسالوني شنو صارت ويا امي، فالحمد لله هي تحسنت فالحمد لله على سلامتها يا رب. وننتقل هاي لتي في واعلنها انه راح تنزل فيديو كليب جديد ناري، فباخر مقطع نزلت على قناتها باليوتيوب قالت انه راح تنزل فيديو كليب كلش ناري قاعد تجهز له صار لفتره. تعرفوا الخبر اللي قلت لكم عليه؟ صار لي فترة عم بشتغلكم على غنية جديدة. انا قلت لكم على انستغرام انه انا عم بشتغل. فكتبوا احباب بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذا الفيديو كليب بالناري. نروح حاليا لوليد مقداد وزواجه يا حبايب. فوليد مقداد يا حبايب نزل على سبب بالانستغرام انه هو راح يتزوج وصار ينشر كروت العرس مالته، واتوقع الزواج مالته قريبا، فان شاء الله الف مبروك على الزواج والله يتمم على خير. طبعا لا تنسون يا حبايب ان تكتبوا له بالكومنتات قد انتم فرحانين بهذا الخبر وادعوا له انه الله يتمم على خير. وننتقل حاليا لقمر مار نزل شوية ستوريات كانت من داخل مسبح قاعده تقول بيه انه هي قاعده تتعلم دروس يعني سباحه لين ما تعرف تسبح، واستراد خرافي راح اعطيكم اياها شوفوها. هاي حبيت تسالوني انت وين ما تعرفين تسبحين شو تسوين؟ هاي انا هنا شفنا اكو حمامات احنا باوتيل طبعا هذا يعني جيت اتعلم سباحه يعني عندي دروس مع سباحه مع اللوكرات مش تحصلكم مش تور يوك كمل ناشف اقوى المقاعد ناكو فشي ما عليكم بي تاخذون هالشي يعني مشروبات بيبسي موي ناس تصعدون الدرج ما لازم تقول هنا المسبح المسبح يجنن سو يس جاي على المسبح اسبح يعني انا ما اعرف اسبح من داخل ما انا ما اعرف اسبح بس قلت جاي على دروس وخلص درس مالتي تقريبا ما تعلمت يعني ما طلع لي شيء بس الاستاذه قالت لي انه بالنسبه لاول درس يعني اللي سويته زين بس الحمد لله ما قريت و يس بس ابدا عندي الاني بس يعني حبقى واقفه بالمسبح يعني هذا حدي. بس صراحة حبابنا وصلت المقطع لا تنسون المقطع نزلت اليوم الصبح كان مقارنة بين يارا وقمر، فالرد جمهور قمر ويارا الكومنتات فجروها بالمقطع بالوصف روحوا شوفوه. بس شكرا لكم فهد زي من قناة ملك القصص ومع السلامة.